أنظر صراحة زيد سعيد بالفوز هذا، خصوصا وصلنا للمربع الذهبي وهو النصف النهائي. صراحة ما كانت متوقعة أن المنتخب المغربي يوصل هذه المرحلة هذه، فكما كتشوف أنا ساكنة مدينة العريش سعيدة جدا بهذا الفوز وبهذا الوصول هذا للمربع النهائي. كنتمنى من الله تعالى لما لا بكتيبة وليد الكراكي وكذلك جميع اللاعبين ان شاء الله نوصلوا النهاية ونديو كأس العالم ان شاء الله باذن الله تعالى. قالوا لك الاخوان انت الشبيه عندك استلعات انت من الاصلاعين بحال وليد الركراكي وبحال وكتشبه المرابط وداك الشيء، يعني شبيه المرابط هو في العريش، انت خاه ولا شنو؟ العائله العائله ديالك لا تقريبا شنو يعني العائله اللي كتوجه مع يعني الكاتبه ديال المنتخب المغربي كامل؟ صراحه كما قال الاخ رضوان وكيقول دائما الاطار الوطني وليد الركراكي حنا نديروا النيه ورضات الوالدين والشعب المغربي دائما مع الفريق المنتخب ديالو. كنتمنى من الله تعالى الحظ الموفق للمنتخب الوطني وان شاء الله الوصول والبلوغ الى النهائي ان شاء الله باذن الله تعالى. ف نحن معهم وان شاء الله مدينه العرايش عاشت اجواء خياليه ديال الفرحه بكل اعوان التعبير، يعني بالاهازيج بالهتافات النساء بالزغاريد السياح بالاغاني، يعني واش كتشوف هذا التعبير على الفرح ديال العرايش؟ واش كافي او ان خصنا نجيو نعبروا اكثر؟ باقي ما كنختزلوا الفرحه الكبيره اللي ديال 2020 بدايه كاس العالم وسكنه مدينه العرايش وجل المدن ديال المملكه المغربيه كتعيش فرحه كبيره، فهذه جل من الساكنه فرحانه ونشطانه. وانت كتشوف ولاد العرايش كامل تكاتفوا مع بعضياتهم كيعيشوا هذه الفرحه الجماعيه كامل، اسر عائلات اطفال كبار يعني عائلات اسر بقولوا كيعيشوا هاد الفرحه مع بعضياتهم في القهاوي وفي الساعات وفي هذا، يعني كيفاش كتكون هاد الاجواء الفرحه وكيفاش العريش يمكن توحدوا مع بعضياتهم على بزاف الحاجات الرياضيه واجتماعيه وكلشي ثقافيه كامل باش يعيشوا حاليا حنايا في الرياضه كتجمعنا الرياضه كلشي فرحان كلشي كيما شعب واحد رايه وحده، فكما كتشوف كلشي مع بعضياته كلشي فرحان كلشي نساء الرجال والاطفال الصغار يعني كلشي فرحان. حتى معنا بغى يعبر على الراي ديالو باش تعرف على ان كرسي السي مريني شويه ديال الضوء عافاك شويه ديال الضوء المنتخب الوطني بلا بلاء حسن في المباراه ديالو كان مؤامره الوجهه ديالنا واللعابه وياسين بونو قادر اكثر من الطاقه ديالو احسن حارس في العالم واحسن حارس لا وشنو كتقول انت للمسؤولين باش يعطيكم الملاعب والفراعات الرياضيه باش حتى انتم تعملوا الرياضه وحتى انتم تكونوا اطفال انتم باقي اطفال واش كتلقاو يعني باش تلعبوا الرياضه وهذا يعني عندكم ولا خصكم انت عاد خصك نعم عشان كنتسناو هي جميع الناس خاصه الملاعب باش لعبوا في الاطفال اليوم هم ابطال المستقبل.